وينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي أحمد الركبان. مساء الخير سيد أحمد، وبداية كما رأينا في التقرير السابق أن قطر تتنصل من عروبتها وتلقي بثقلها إلى إيران، برأيكم ما سبب هذا التنصل وإلى أي حد من الممكن أن يستمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة البحرين. الحقيقة طبعا قطر أثبتت خلال 32 يوم تقريبا الماضية وال 44 يوم الماضية أثبتت الحقيقة عدم أصالتها وعدم رغبتها في مجلس التعاون لدول الخليج، على اعتبار أن تاريخها السابق في أكثر من 20 سنة كانت تسعى جاهدة إلى تفكيك دول مجلس المنطقة لسياسة ضحلة ووهم سياسي لدى السياسة في البحرين في الحكومة السابقة والحكومة الحالية. ومن هذا المنطلق اعتقد ان ليس مجال لقطر الا ايران الفارسيه التي تعتبر الثدي الذي ترضع من عمليه الارهاب وارهاب الدول واستخدام الماده والسيوله في تقييد الحقيقه يعني المعارضين والجماعات الارهابيه المتواجده في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن. نعم، ولكن في ظل سيد أحمد، ولكن في ظل الإجراءات التي تتخذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الثنائية بين الفكر الأيديولوجي الذي يحتاج مال من قبل إيران والمال القطري الذي يخدم هذه الأيديولوجية، المال القطري في نقصان حاليا، إلى أي حد من الممكن أن تستمر هذه الثنائية؟ أولا يجب أن ندرك تماما أن الأيديولوجية التي تستخدمها قطر هي أيديولوجية إعلامية بحتة في الوقت الحاضر، ولذلك هي تؤدلج الإعلام من أجل تحقيق مآربها ومن أجل التأثير على المجتمع الضعيف وخاصة في بعض المناطق العربية. ولذلك الحقيقة الدول يعني الحقيقة الداعية لمكافحة إرهاب البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات وذلك مصر ستعطي فرصة لزيارة الرئيس التركي أردوغان الذي سيزور المنطقة الأسبوع القادم. هي أنا أعتقد أن هذه هي المحاولة الأخيرة أو هذا المحك الأخير الزيارات الدبلوماسية خاصة على مستوى الرئيس التركي الذي أيضا حاولت تركيا بإرسال بعض الحقيقة الحماية التركية أو نيتها لافتتاح قاعدة تركية تؤجج الحقيقة بعض الأمور في المنطقة. وأنا أعتقد أنه بعد زيارة الرئيس التركي ستتضح معالم كثيرة، ستتغير الأمور، وأنا أعتقد ستتغير مجرى الأمور بشكل كبير جدا خاصة من ناحية قطر. المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر متمسكة الحقيقة في مكافحة الإرهاب التي مع الأسف الشديد تترعاها قطر منذ أكثر من 21 سنة تقريبا منذ أن كان حمد بن خليفة أميرا لقطر. الحقيقة طبعا الأيديولوجية تستخدمها مع إيران رغم انعدام الريال القطري وأنا كنت متواجد في شرق آسيا في الآونة الأخيرة لم يكن له تأثير، بالعكس كانوا يهربون من صرف الريال القطري على اعتبار الظروف الاقتصادية التي تؤول إلى قطر. قطر حقيقة لو استمرت على هذا التعنت خلال 30 إلى 60 يوم أنا أعتقد ستكون من الدول الحقيقة يعني الدول الفقيرة إذا ما كنا واقعيين، وشعب قطر لا يستحق هذه الظروف. نعم. كان هناك تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش بالأمس تحدث فيها عن أن أي التزام سيبرم مع الدوحة يجب أن يكون هناك جهة رقابة على هذا الاتفاق. برأيكم ما هي الضمانة التي من الممكن أن تلزم قطر علما بأن شواهد سابقة أثبتت بأن التوقيعات لا تعني شيئا للدوحة؟ صحيح، انا اعتقد ان اول يعني مضامين هذا الاتفاق يكون تحت مظله مجلس التعاون لدول الخليج والجامعه العربيه، ومن ثم الامم المتحده يرفع نسخه من هذا الاتفاق للامم المتحده. النقطه الثانيه او المحور الثاني ستشرف عليها الولايات المتحده الامريكيه، انا اعتقد من خلال سفراء الامم المتحده الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وبريطانيا والمانيا بالاضافه الى تركيا، انا اعتقد انه هذا سيكون ملزم الى الابد للحكومه القطريه الحاليه. بس لا تنسي أختي أن الحكومة الحالية القطرية من الصعب أن نعيد الصورة الذهنية والثقة المتبادلة لدى شعوب مجلس التعاون. الشعب السعودي والبحريني والإمارات والكويت بالإضافة إلى مصر مجتمعة قد لا تثق الحكومة القطرية على اعتبار كشف كثير من القضايا التي آلت إليها الحكومة الحالية والحكومة السابقة. لابد أن تعمل الحكومة الحالية إذا ما أرادت التعايش مع منطقة الخليج ومع دول مجلس التعاون، أنا أعتقد أنه من الصعب جدا أن تقنع الشعب الخليجي بالثقة المتبادلة بين الحكومات وخاصة حكومة قطر. الاتفاق الملزم سيكون طبعا لا شك مثل ما ذكرت بعض الدول ستشرف عليه نهائيا، ولكن أيضا هناك مع الأسف الشديد أموال متواجدة وأصول متواجدة خارج منطقة الخليج، بمعنى أنه في بريطانيا وفي ألمانيا
وفي تركيا وفي بعض الدول وخاصه في ايران ايضا وفي تل ابيب لديهم اموال متوزعه، لابد ان تشرف عليها الامم المتحده على اعتبار انها لا تخرج هذه الاموال الى مسار غير حقيقه اخلاقي وتدعم مثل هذه الجماعات الارهابيه. نعم، من الرياض الكاتب والمحلل السياسي احمد الركبان، شكرا جزيلا لك.